هاتوا الصور الإسماعيلية. بيانهم رقم واحد. والمكون تكاتوا ده عشان نوضح لجميع الرجال والبنات، مكون من كل من المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة بالإسماعيلية، ائتلاف الثوار المستقلين، اتحاد شباب الثورة واللجان الشعبية بالإسماعيلية، حركة السلام الأهلية لحقوق الإنسان، حركة كلنا مصر، حركة شباب التغيير، حركة صوت الشباب الحر، حركة مصر المنار، حملة دعم البلد بالإسماعيلية، ائتلاف شباب الثورة بالقصاصين الجديدة، اتحاد شباب الثورة واللجان الشعبية بالقصاصين، اتحاد شباب الثورة واللجان الشعبية بزرابيا، اتحاد شباب الثورة واللجان الشعبية بأبو سويف، اتحاد شباب الثورة واللجان الشعبية بالكوم الكبير، اتحاد شباب الثورة واللجان الشعبية بالكيلو 7، اتحاد شباب الثورة واللجان الشعبية بالكيلو 2، حركة شباب 6 ابريل، حركة كفاية، اتحاد ثوار القوى السياسية والأحزاب الإسماعيلية، حركة 6 ابريل الجبهة الديمقراطية، ائتلاف 25 يناير، حركة ولاد البلد بالأمطار الغرب، حركة زراعية 25 يناير، حركة ثوار بلا حدود، ائتلاف الإسماعيلية الحر يا أحمد، ائتلاف شباب يحب مصر بالأمطار الغرب، أحمد ائتلاف الإسماعيلية الحر معايا، ائتلاف الإسماعيلية الحر، يعلن تكتل ثوار الإسماعيلية بينهم رقم واحد، يهيئ تكتل ثوار الإسماعيلية بالإدارة السياسية المكلفة بإدارة شؤون البلاد والمتمثلة في المجلس العسكري والسيد اللواء جمال مبابي محافظ الإسماعيلية أنه قد لوحظ خلال فترة السبعة أشهر المنصرمة عدم التعاون من جانب التنفيذيين بمحافظة الإسماعيلية بدءا من سكرتير عام المحافظة وسكرتير عام مساعد المحافظة والمكتب الفني وكامل قيادات الهيكل التنفيذي بالمحافظة وحرصهم على تعطيل وهدم أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير المدينة المكللة بدماء الشهداء الأبطال الشرفاء من أبناء الوطن، كما أنهم في محاولات دائمة لإحداث الوقيعة والفرقة بين صفوف الائتلافات والحركات الثورية بالمحافظة. وهو ما اتضح لنا من خلال التعامل معهم، وعليه فقد أصبح جليا لكافة القوى الثورية أنهم يشكلون الدعائم والأركان الأساسية للثورة المضادة بالمحافظة. لذا نطالب بالآتي: واحد، رفض مبدأ اختيار ممثلين للائتلافات والحركات الثورية حيث أنهم بالكامل ممثلين لمبادئ وأهداف الثورة، ورفض فرض الوصاية علينا من أي جهة كانت. استبعاد التنفيذيين الحاليين من المناصب القيادية وعلى رأسهم السكرتير العام والمكتب الفني لأسباب سلبية صدر بصدر البيان. ثلاثة، رفض قرار تكوين المجلس المحلي المؤقت سواء كان في ضوء القانون رقم 13 لعام 1979 أو القانون الحالي رقم 116 لعام 2011 المادة 101، وبصفة خاصة أسلوب وآلية اختيار وتكوين المجلس المحلي طبقا لقرار السيد وزير التنمية المحلية ولا للمجالس المحلية إلا بصناديق الانتخاب. والله المستعان. تسكت الفنون، برا برا يا فنون، برا برا يا فنون.